مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبة هو لنا مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه اسبوعيه جديده من برنامج الحالمه وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات المطروحه على الساحه في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين لنستمع الى ردود وايضاحات بشانها نطوف ارجاء المدينه لنتعرف على اسواقها وما يباع بداخلها خصوصا من بيئه تعز كما سنتوقف واياكم على نماذج من الكفاح في سبيل توفير ادنى مقومات المعيشه فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة بعد كثرة الأخطاء الطبية ندوة بتعز تناقش أسباب غياب العدالة في إنصاف المرضى المتضررين في المركز بتعز سوق يبيع إلى جانب المشاقر نباتات عشبية تستخدم في التغذية والطب البديل المشربية المحمولة لبيع التوت وسيلة محمد يوسف لإرواء عطش الشارع والكسب الحلال لإعالة أسرته مرحبا بكم من جديد في مستهل حلقتنا كالعادة رصد موجز وسريع لمناشط وفعاليات شهدتها تعز خلال أسبوع شاركت تعز العالم احتفالاته باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام وفي الحفل الذي أقامه مركز بحوث الدراسات وتنمية المرأة بجامعة تعز تم تكريم العديد من الأسماء النسائية ممن لهن أدوارا وإسهامات في التنمية المجتمعية بمحافظة تعز وكانت ندوة نظمت على هامش الاحتفائية سلطت الضوء على المرأة اليمنية ومكانتها في المجتمع وتطرقت إلى إسهاماتها في مختلف المراحل التاريخية اختتمت بتعز فعالية معرض الوسائل التعليمية بنسخته الثالثة وبمشاركة 20 مدرسة حكومية وأهلية وبهذه المناسبة نظمت مدرسة الثورة للتعليم الأساسي والثانوي حفلا تكريميا لطالباتها المشاركة في المعرض واللائي قدمنا عروضا متميزة تساعد في عملية التعليم عبر الوسائل التعليمية كما أقامت مدرسة مجمع هائل التربوي بمدينة تعز حفلا تكريميا للطالبات المشاركات في المسابقة المنهجية العلمية ويأتي هذا التكريم الذي حضره عدد من مسؤولي مكاتب السلطة المحلية بمناسبة حصول الطالبات على المركز الثالث في هذه المسابقة وبما يحفز طالبات المدرسة على مواصلة الجهود للتفوق والتحصيل في العملية التعليمية مشاهدينا لماذا تظل كثيرة من ملفات الأخطاء الطبية بحق مرضى في عدد من مستشفيات المدينة حبيسة الأدراج دون أن تتحقق للكثير من المرضى العدالة ولو على الأقل من باب التعويض اليوم بعد تراكم قضايا كثيرة من هذا النوع رأى حقوقيون وقضاة أن يكون لهم دور في هذه المسألة بغرض تشخيص المشكل الذي يواجهه المتضررون من هذه الأخطاء عند لجوئهم إلى القضاء بهدف الإنصاف شكاوى وأحاديث عن أخطاء طبية بحق مرضى في مستشفيات تعز تسببت بمضاعفة المعاناة وأودت بحياة آخرين بالمقابل لا يكاد يسمع حتى لمجرد السمع أصوات عن انتصار العدالة لمظلوم وقع عليه أو على أحد أقاربه مثل هذه الأخطاء الطبية أو حتى حصول أحد الضحايا على تعويض ومع ذلك فإن تعالي الأصوات عن الأخطاء الطبية في مستشفيات تعز عدت من قبل الكثير بمثابة ظاهرة صحية عملت على تحريك المياه الراكدة ولعل أولى نتائجها هو تنظيم كلية الحقوق بجامعة تعز ندوة علمية قانونية عن المسؤولية المدنية في العمل الطبي والتي شارك فيها حقوقيون وقضاة وأكاديميون وطلاب من كليتي الطب والحقوق أسلمنا أنها قد تؤدي إلى الوفاة قد تؤدي إلى الشلل قد تؤدي إلى بذل الأعضاء
ما كان من أخطاء عظيمة. الندوة العلمية وبعد نقاشات مستفيضة خلصت إلى أن قصوراً في التشريع اليمني تمثل في عدم إقراره قانون المساءلة الطبية، ما جعل المحاكم اليمنية تتعامل مع الأخطاء الطبية تحت قانون المساءلة المدنية، قانون أجمع المشاركون في الندوة أنه يلقي العبء على المريض ويلزمه إثبات الضرر الذي وقع عليه جراء الخطأ الطبي، واعتبروا ذلك تعجيزاً للمريض يصعب عليه تحقيقه في كثير من الحالات. يلاقي المرضى كثيراً من الإشكالات التي يعني في صعوبة إثبات الخطأ خطأ الطبيب، وهذا يعني عندما ألقى القانون عبء الإثبات على المضرور بأن كل من تسبب في قاضراً يعني يستطيع إثباته من قبل المريض، وهذا عبء كبير على المريض يعني قد لا يستطيع أحياناً إثباته، خاصة إذا ارتكب الطبيب خطأً فنياً. ورغم تأكيد الجميع ضرورة أن يكون للمساءلة الطبية قانوناً مستقلاً غير ذلك الذي يعرف بقانون المهن الطبية والقانون الصادر بشأن تنظيم عمل المنشآت الطبية، وذلك لحصر المسؤولية في الخطأ الطبي وتحديد نوعيته ومكان وقوعه، فإن المشاركين أكدوا احترامهم عمل الطبيب ووصفوا مهنته بالمقدسة التي لا تكون إلا في إطار المسؤولية. طبعاً الطب له قداسة ولازم أن يتح له فرصة من الحرية، وإلا يعني سيصبح أي عمل طبي هنا يبقي مقيد بأنه لازم يعوض لازم كده. هذه الفعالية تعد هي الأولى التي تناقش التعامل القانوني مع الأخطاء الطبية في تعز، بعد أن زادت مؤخراً شكاوى المواطن من كثرتها وعدم محاسبة المتسببين وإنصافه. ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا دكتور عبد الله الأهدل، نقيب الأطباء اليمنيين بمحافظة تعز. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا حياكم. أولا لو تحدثنا عن دور نقابة الأطباء في حماية المهنة. أهلا وسهلا بكم وكل العاملين في قناة بلقيس الفضائية، وتشكر لكم لقاءكم هذا لخصص وقت مناسب لتسليط الضوء على ما تقوم به النقابة في محافظة تعز وخاصة في الأوقات الحالية. نقابة الأطباء كما تعلمون هي من أقدم النقابات في تعز، وهي تعني بشأن الأطباء بشكل عام، والنقابة لها دور كبير في حماية المهنة بالإضافة وحماية الأطباء ومحاسبة المقصرين أيضا، وبالتالي تقوم النقابة بالإشراف على جميع الخريجين الجدد ومتابعتهم وإصدار التصاريح الطبية لمزاولة المهنة ووفق الشهادات التي يحملها الأطباء طبعاً، إضافة إلى متابعة التراخيص مزاولة المهنة في العيادات في المراكز في المستشفيات بالتنسيق طبعاً مع مكتب الصحة. نعم. بالإضافة إلى استقبال الشكاوى التي تأتي من بعض المواطنين بخصوص أي سواء مضاعفات أو أخطاء طبية أو غيره. أشرت إلى أن النقابة هي المسؤولة عن إصدار التصاريح لمزاولة المهنة، لكن كيف تتحرون أهلية وكفاءة الطاقم العامل، وهل من دور لكم في مراقبة وتقييم عمل الطبيب بعد بدء مزاولته العمل في المهنة؟ طبعاً معظم الخريجين بعد التخرج يذهب إلى النقابة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، وهناك شروط عندما يتم استيفائها. نعم. تقوم النقابة بصرف التصريح هذا للطبيب لمزاولة المهنة وفق الشهادة التي يمتلكها، يعني تصريح مزاولة المهنة للطبيب الخريج الجديد اللي معه شهادة بكالوريوس يختلف عن تصريح الطبيب الذي عنده شهادة الماجستير، ويختلف عن تصريح الطبيب الذي عنده شهادة دكتوراه واستشاري، كل واحد يعني يعمل وفق المخصصات. احنا ما نقوم به هو من ناحية المراقبة الفعلية من حيث إصدار التصاريح، لأن هذا أهم حاجة، لكن يبقى هناك الدور الآخر اللي يتعلق في مكتب الصحة،
لأن مكتب الصحة هو المكتب التنفيذي وليس النقابة. يعني النقابة عليها أن تشرع فقط. عملية تشريع. أيوة، وتصدر التصاريح. هذا الطبيب يحق له ممارسة مهنة الطب العام، هذا الطبيب يحق له أن يمارس مهنة التخصص في مهنة كذا، هذا الطبيب يحق له أن يمارس أن يكون استشاري في. بما أنكم المعنيون بمنح هذه التصاريح، كيف تتعاملون مع قضايا وحالات الأخطاء الطبية التي يرتكبها بعض الأطباء وتتسبب بمضاعفة معاناة المرضى وربما الوفاة؟ ممتاز، هذا من أهم المواضيع بصراحة، وقد حصلت عدة لقاءات وندوات بهذا الخصوص لمناقشة موضوع الأخطاء الطبية. أولاً أحب أوضح حاجة واحدة، أن الأخطاء الطبية تشغل بال العالم كله وليس اليمن فقط، لأنه من لا يعمل لا يخطئ، ولكن ليس هذا تبرير للأخطاء. بس يجب أن أوضح حاجة مهمة جداً يجهلها الكثير من المواطنين، هناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات. مثلاً أعطيك على سبيل المثال، إذا كان طبيب كتب علاج للمريض حصل بعض المضاعفات من استعمال العلاج، ولا يعتبر هذا أنه هناك خطأ في وصف العلاج، لا، ولكن هناك مضاعفات من استعمال العلاج إضافة إلى عمليات طبية. البعض تجرى له عملية بدون أي أخطاء، لكن إذا حصلت أي مضاعفات لا نعتبرها أخطاء ولكنها مضاعفات. طيب إذا تحدث عن الأخطاء، لكن الأخطاء الطبية هي عندما هناك في إجراء قام بها الطبيب بالطريقة الخطأ. اولا عندما تكون هناك شكاوى من بعض المواطنين، اول حاجه نبدا نطلب تصريح من وزاره المهنه من الطبيب. اذا ما عنده التصريح هذه طبعا مش لصالحه، لكن اذا عنده تصريح انه يزاول هذه المهنه، مثلا ما عنده تصريح انه يعمل عمليات جراحيه وقام بجرى العمليات، هذه اول حاجه غلط عليه. لكن اذا عنده تصريح نقوم في الحاله هذه تشكيل لجنه طبيه من ذوي الاختصاص يعتمد على الحالة، هل هي جراحة عامة أو جراحة خاصة أو مختلف تخصصها الطبية. طبعا تقوم اللجنة هذه بطلب تقرير من المستشفى أو المركز أو العيادة أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى جلوس مع الطبيب واخذ كل ما يتعلق من معلومات في هذا الموضوع. ما هي الإجراءات؟ اللجنة الطبية تقوم بدراسة الحالة وعمل تقرير، التقرير هذا يوجه لمكتب الصحة بما حصل سواء في خطأ طبي أو ما في خطأ طبي، ثم مكتب الصحة يقوم بتحويل الموضوع إلى إجراءات النيابة وغيره في الدولة. لكن إلى الآن دكتور عبد الله لا يوجد قانون المسؤولية الطبية، يتم التعامل وفق قانون المسؤولية المدنية بخصوص الأخطاء الطبية. نتحدث عن الشكاوى المقدمة في القضاء، هل هذا القانون يضمن حقوق المريض والطبيب على سواء؟ طبعا لأن كل الحالات التي إذا ثبت أن هناك خطأ طبي تقوم بحالته إلى القضاء، والقضاء يبث بها، وفي كثير من الحالات بث بها القضاء وموجود يعني أولوياتها في النقابة ومتابعتها. لكن قانون المسؤولية الطبية يحدد نوع الخطأ ومن يتحمل المسؤولية، بينما قانون المسؤولية المدنية يحمل المريض مسؤولية إثبات هذا الخطأ. لا، مش المريض اللي يثبت، من اللجنة الطبية التي يتم تشكيلها من نقابة الأطباء ومكتب الصحة. هذه اللجنة هي التي تبحث في هذا الموضوع وتقرر بكل حيادية، إلى درجة في بعض الأحيان إحنا نطلب من أقارب المريض صاحب الشيعان طبعا أنه يختار هو من يريد. يعني أحيانا البعض يقول أنهم أنتم تختاروا مثلا بعض الأطباء على طريقة خاصة، نقول له لا، هذا المجموعة أطباء تختار لي تشتري، يعني بس بشرط أنه يكون من ذوي الاختصاص. بالنسبة لقانون المهن الطبية، هل أيضا يضمن حماية المواطن والطبيب المتسبب أو صاحب الضرر للمريض؟ القانون بشكل عام القضاء اليمني يضمن ويكفل حماية المواطن والطبيب أيضا، لأن الطبيب هو مواطن في الأخير. هل هناك حالات بت فيها هذا الأمر طبق عليها القانون؟ أيوة، في كثير من الحالات رفعت القضاء والقضاء أصدر فيها أحكام. وكلنا يذكر قصة المشهورة اللي حصلت، قصة كبيرة جدا اللي قبل حوالي 10 سنين أعتقد في مشفى الثورة، الطفل الذي حصل تعرض لخطأ طبي فادح وتم الإجراءات وفق الطرق الرسمية وصدر قرار، يعني حكم قضائي
ونفذ يعني. نعم، لكن في ظل تواصل الحرب على تعز هناك أحاديث كثيرة عن تعرض كثير من جرحى الحرب لأخطاء طبية، ما السبب وراء ذلك وما الواجب على الأطباء عمله لتلافي مثل هذه الأخطاء، أخطاء مكررة؟ شوف بقول لك حاجة، نحن حتى الآن كالنقابة لا نتكلم إلا عن ما يوصلنا، ما فيش حتى الآن يعني زي ما تقولي أنت أنه في كثير من الأخطاء الطبية حصلت للجرحى إلا إذا كانت هناك ولم تتم تواصل مع النقابة، الله أعلم. لكن إحنا نقول أنه بشكل عام جرحى أو غيره في الأخير هم مواطنين كلهم، وإحنا لا نقبل أي أخطاء طبية على أي إنسان، لكن أحيانا تكون هناك في قلة إمكانيات أو سوء اختيار، أحيانا سوء اختيار للمرافق اللي حصل فيها المطارع. وهذه المسؤولية بنهاية تقع على الأطباء في هذه المرافق الصحية. المفروض أنه يجب هناك أن يكون تنسيق دائما يعني في حالة زي كده، تنسيق مع النقابة ومع مكتب الصحة، تشكيل لجنة لتحديد أين يتعالج هؤلاء. لكن هذا لم يتم، هي مسؤولية الصحة بشكل عام في محافظة تعز. الدكتور عبد الله الأهدل نقيب الأطباء بمحافظة تعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. غنية هي بيئة الريف التعزي، حيث تعد من البيئات المناسبة التي تنمو فيها نباتات عشبية متعددة المنافع والاستخدام، وتجد الكثير من هذه النباتات طريقها إلى أسواق المدينة حيث تباع بالسوق المركزي في ظل إقبال الكثير على شرائها. نتابع. من سوق بيع الخضروات الواقع بالمركز وسط مدينة تعز بدأنا التجوال للتعرف على أكبر تجمع للتسوق في هذه المدينة. الوصول إلى المبتغى لم يكن بالأمر السهل، سيما وأن الحركة في مكان يعج بالمتسوقين هو أشبه بالمسار في مواجهة تيار معاكس، الأمر الذي يجعلنا بحاجة أثناء التعمق باتجاه الداخل إلى بعض من الوقت الإضافي وعلى النحو الذي اعتقدناه بادئ الأمر. ما هي إلا دقائق حتى وقفنا في أحد المسارات الضيقة في هذا السوق، عندها بدت أمامنا معروضات أعادتنا إلى زمن الماضي الجميل، وفي التفاصيل حياة الريف وتقاليده الغذائية التي يعتمد فيها على منتوجات الطبيعة من اللبن والسمن البلدي والبيض الطازج ونبتة العشب التي تضيف للمائدة نكهة ومذاقا فريدا. كاتب أحمد محمد عبد الله، إحدى الريفيات اللواتي اعتدنا المواظبة على جلب البيض البلدي من أرياف تعز وبيعه في هذا السوق الذي يشتهر بتوافر المنتوج البلدي. من القرى، من جبل حبشي، من الضباب، من صبير، من كل القرى أنا جمعها وجينا بعد السوق. يعتاد الكثير من قاطني مدينة تعز على زيارة هذا المكان، ويترددون عليه بين وقت وآخر، ويعللون وجودهم فيه بالارتباط النفسي بينهم وبين نكهة الريف وما يجلب من طبيعته لاستخدامه في موائد الأكل مثل نبتة الخوع والعثرب والحلص الذي هو عبارة عن أوراق لشجيرات متسلقة تتميز بطعمها الحمضي ذي الفوائد المتعددة كما يقول العارفون من أبناء تعز. احنا نتابع الأشياء اللي تكون من بنكهة القرية زي الحلص، زي السمن البلدي، الحقين، حاجة زي كذا، ونشتري بذرة كمان الخضراء، الشقور، الريحان. نبتة النعناع واحدة من النباتات التي يحرص الكثير على شرائها ويداومون على شربها بين الشاي وزراعتها في البيوت. والله أنا كثيرا ما أعتاد هنا السوق وأحاول أشتري بعض الأشياء
مثل نبتة النعناع هذه يعني تضيف نكهة طيبة للشاهي وبنفس الوقت تعطي لمسة جمالية في البيت. النباتات العطرية هي تلك التي يتم بيعها في السوق مثل نباتات الريحان والأزاب والنرجس والشذاب والبردقوش والحمحم، وتلقى إقبالاً من النساء والرجال على حد سواء. كل الأنواع يعجبني، لبين الثياب للشعر للروائح. أبانا وأجدادنا أمهاتنا كانت تزرع في الأسقف في السطوح المنازل أو بجنب البيوت، تزرع الحمحم مثلاً اللي متعارف عليه. فالحمحم هذا ينفع الديدان في داخل الإنسان ويؤدي إلى زي ما تقول هدوء نفسي. لهذا المرأة كانت تستخدمه كشقر متواصل، لا تعرف هذه هي تستخدمه كمادة رائحة لكن تهدي نفسياً. عود الشذاب ولا بيا الكتاب. أيوة. الأول يقالوا عود الشذاب ولا بيا الكتاب. تقاليد أيوة. تقاليد العروبة والأصالة ومن القدم. أنواع أخرى من النباتات تبيعها الريفيات في هذا السوق، وتستخدم في الطب البديل كعلاجات مثل الصبر والهدس والآس والقسطلين وإكليل الجبل وأصابع العروس. هذه المادة اسمها إكليل الجبل، وفي مناطق تسمى الكافور، لكن الكافور تجي ورقته أعرض من هذه بنفس الشكل، مش الكافور الكبير، لا تجي عريض. تستخدم أحياناً للتهدئة الجنسية الكافور، لكن هذه للراحة النفسية للكلى. الصبر أول شيء إنه أفضل حاجة يفيدك، إنه يفيد الهستيريا والجنان في المقدمة، تمام؟ هذه أكبر فائدة. الشيء الثاني إنه مرطب. الشيء الثالث إنه مضاد حيوي خاصة لمرض السكري الذي جراحه ما يتعالج، مثل ما السكري ممكن يتعالج بالصبر يعني مقرب. وللبقوليات المزروعة في أرض تعز حضور في هذا السوق، حيث تحرص المرأة الريفية على تسويق الفول والكشت، وكذا بعض منتوجات المناطق الجبلية مثل ثمار التوت والفرسك وغيرها، وهي منتوجات زراعية تحظى بإقبال المتسوقين الذين يجدون في مثل هذه الأشياء ما يناسب الذوق وتشتهيه أنفسهم. وجد محمد يوسف حيدر في مشروب التوت بغيته للحصول على الرزق والتكسب الحلال بعد أن تقلصت فرص العمل أمام قطاع كبير من شباب تعز بفعل الحرب المتواصلة. ولأجل تخفيف الحمل وجذب الزبائن لجأ محمد للبيع في هذه المشربية التي لا تحافظ على مشروب التوت باردا وحسب، إنما وتلفت انتباه المشتري. هنا يتسابق الأطفال على عصير التوت الذي يقدمه محمد يوسف حيدر من على مشربيته لزبائنه يومياً في أسواق وحارات وشوارع مدينة تعز. التوت الطبيعي هو من يبحث عنه غالبية الزبائن، ومع ذلك فإن للمشربية التي يحملها ابن يوسف حيدر على ظهره سحراً ربما يساعده في جذب عملائه واستقطاب المزيد. نحن نشرب من هذا التوت الطبيعي لأنه طبيعي، لا يحتوي على أي مواد حافظة، ولو عدة فوائد تفيد الجسم. يتناسى محمد يوسف حيدر كما يقول حمل هذه المشربية من عصير التوت التي يضعها على ظهره، وهو يروي ظمأ الشارع من الباعة والطلاب والمتجولين، لا سيما مع ارتفاع حرارة الجو ولهيب الشمس في أجواء صيف قيض. ومع ذلك فحمل المشربية الثقيل عند محمد أهول بكثير من وزر ديون الناس، لذا فالمشربية هي مصدر رزق تمكن الرجل من خلال بيع عصير التوت سد احتياجات أسرة، لا سيما مع مثل هذه الظروف الصعبة. نقوم بشقاء على زبد أسر بهذه، بفضل الله نجري حول الشوارع ندور
ندور حول الشوارع نلف بهذه على الظهر والكتف على أساس دخ لقمة العيش بالحلال وإيجارة البيت. محمد الذي تراه يخلد إلى بعض الأرصفة لأخذ قسط من الراحة بعد مشاوير متواصلة للبيع رغم رضاه عن هذا الرزق الذي اقتات منه، فإنه أيضا يعتبره جزءا من مشوار كفاح لا بد منه في وجه الفاقة والجوع. هذه مهنة نكافح الفقر ومعاناة البلاد في هذا الوقت الحالي، وما تعاني البلاد من حروبات وضجر. بعض الزبائن ممن ألفوا التعامل مع بائع مشروب التوت محمد حيدر واستساغوا ما يقدمه من على هذه المشربية الأنيقة والنظيفة أكدوا حرصهم على الشراء اليومي لكمية من هذا المشروب الطبيعي، واعتبروا ذلك دعما للرجل الذي يكافح لأجل حياة كريمة لأسرته. نأخذ عصير التوت من هذا الشخص دعما وتشجيعا له، لهذا الشخص الذي يعمل من أجل عيشة كريمة لأولاده وأسرته. يصب محمد مشروب التوت البارد بطريقة احترافية، المقصود منها على ما يبدو تحريك لواعج الاشتهاء للسيارة الظمأة، وكأسلوب الغرض منه الترويج لذلك الذي يبيعه طازجا باردا في مشربيته الأنيقة التي يحملها على ظهره وتحمله هي متى ما اشتدت به الحاجة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمواضيع جديدة وشيقة، دمتم في رعاية الله. أعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا. أعز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا.